سؤال من أحد الأخوة يستفسر أو يسأل عن حكم صلاة المرأة بجانب الرجل، لا تصح على الأحوط لزوما، صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة لا تصح على الأحوط، يعني باطلة، بطلان الصلاة هنا مو على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي أو اللزومي يختلف عن الفتوى. الفتوى إذا الفقيه المرجع اللي يتقلده مثل سماحة السيد دام ظله، أنت تقلده عندما يفتي في مسألة يجب عليك التقيد بالفتوى، ما يصير تراجع فقيه آخر بعد في المسائل اللي يفتي بها مرجع تقليدك، ما يجوز تراجع بعد بها فقيه آخر. نعم في المسائل الاحتياطية أحوط لزوما أحوط وجوبا، هذا إما تعمل بالاحتياط أنت أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أكو فرق بين الاحتياط اللزومي والوجوبي؟ ماكو فرق، الاحتياط اللزومي والوجوبي واحد. أنت كمقلد أنت مخير ما بين في الاحتياط الوجوبي واللزومي، مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر. إذن الصلاة كل من الرجل والمرأة اثنينهم ما تصح إذا كان على الأحوط إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، يعني أحدهما يصلي بجانب الآخر، المرأة تصلي بجانب الرجل أو الرجل يصلي بجانب المرأة. وكذلك إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل، المرأة تصلي لقدام والرجال يصلي وراها، أيضا صلاتهم اثنينهم باطلة على الأحوط. ماكو فرق إنه يبدون الصلاة سوية اثنينهم، يعني يكبرون تكبيرة الإحرام ويبدون سوية اثنينهم، اثنينهم صلاتهم ما تصح إذا كانت إذا كانوا متحاذين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، أو صلوا على التعاقب ما بدوا سوية، صلت المرأة مثلا وإجا الرجل صلى، دخلت وصلت للركعة الثانية مثلا الركعة الثانية وإجا الرجل صلى وراها أو صلى بصفها، اثنينهم صلاتهم بتصح. أو مثلا الرجال كان يصلي وإجت المرأة دخل بركعة الثالثة الرجال مثلا بالصلاة الرباعية الرجل، وإجت المرأة بدأت تصلي في الركعة الثالثة، صلت بصفها وكانت متقدمة عليه، أيضا صلاتهم اثنينهم لا تصح على الأحوط لزوما. أكو فرق ما بين العفن. إذن ماذا يلزم؟ يلزم أنه المرأة إما تكون جبهة المرأة محاذية لركبتي الرجل، يلزم عليها تتأخر المرأة بحيث من تريد تصلي وتسجد على التربة الموضع السجود مالتها وين يصير؟ محاذي لمن؟ لركبتي الرجل أو للخلف، هذه صحيحة الصلاة. أو أنه تكون مسافة إذا كانت المرأة تصلي بجانب الرجل أو أمام الرجل، أنه تكون مسافة أكثر من 4 أمتار ونصف، 4 أمتار ونصف الفاصل ما بين الرجل والمرأة إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو كانت بجانب الرجل، إيش قد المسافة؟ 4 أمتار ونصف. أو يوجد حاجب، حائط مثلا أو ستارة، خلي تصلي بصفة أو تصلي المرأة أمامه، لكن يوجد ساتر، لكن يوجد ساتر، حائط مثلا أو ستارة أو ما شاكل ذلك. أكو فرق ما بين هنا ما بين المحارم وغير المحارم، يعني هذا الحكم هل يشمل فقط الأجانب الرجل والمرأة الأجنبية أو يشمل حتى المحارم؟ لا يشمل حتى المحارم، هذا الحكم يشمل الأم، يشمل الأخت، يشمل بنت الأخت، ويشمل حتى الزوجة أيضا كذلك، كل النساء ماكو فرق، لكن يشترط أن تكون المرأة بالغة، يشترط أن تكون المرأة بالغة. إذا كانت مبالغة المرأة نعم الصلاة صحيحة، لكن إذا كانت المرأة بالغة ما يصير تصلي أمام بصف الرجل أو أمام الرجل، حتى وإن كانت زوجته أو أمه أو أخته حتى أو عمته أو خالته، حتى وإن كانت من المحارم
الحكم هذا ما يفرق ما بين المحارم وغير المحارم، ما بين الزوجة وغير الزوجة، الحكم هو واحد. عندنا بالنسبة لمواضع الازدحام، إذا صار اضطرار نعم الصلاة صحيحة، وعندنا مواضع الازدحام في مكة مثل قضية صلاة الطواف، ازدحام بمكة المرأة ما تجد أنه مكان تصلي به إلا بصف الرجل أو أمام الرجل، نعم هذا استثناء، هنا تجوز الصلاة في موارد الضرورة، وكذلك أيضا في الازدحام بمكة عند الطواف المرأة أو الرجل ما يجد مكان بعد الطواف، يريد يصلي صلاة الطواف يصلي بصف المرأة يجوز، أو المرأة تصلي أمام الرجل يجوز، نعم هذا يجوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.